السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة جاي لكم بفكرة جديدة، النهاردة جاي لكم بموضوع جديد. هي الفكرة يعني قلت أبتكرها كده معاكم، وقلت أشوف هيبقى فيها أثر فعلا، هتبقى فيها حاجة كويسة ولا لأ، فحبيت أجربها. وحبيت يعني أنا عندي الحمد لله جروب، معايا ناس محترمة كتير في الجروب، فإحنا إن شاء الله هنطبقه الفكرة دي في الجروب بتاعنا، وهنشوفه الأثر بتاعها هيعمل إزاي معانا. وإن شاء الله هتلاقوا النتائج في التعليقات مكتوبة من الجروب عندي بإذن الله، تمام. والفكرة هي عبارة عن إيه، بس عشان الناس تبقى فاهمة إزاي، إن أنا أخلي المشتركين اللي عندي يشتركوا في قناة تانية وبأسهل الطرق، أسهل الطرق. وفكرة جميلة جدا، واليوتيوب موفرها لنا بس محدش بيستخدمها ولا حد بيستغلها، فاحنا قررنا النهاردة ان احنا نستغل الميزة ديت، او نستغل الفرصة دي بحتة ان انا اخلي المشتركين اللي عندي يشتركوا في قناة تانية، والقناة التانية المشتركين اللي عندها تشترك في قناة تانية، وهكذا، وكلنا ندعم بعض بطريق حاجة اسمها الاشارة، تمام. طيب هننفذ الفكرة ديت وهنشرحها، وكلنا كل اللي يشوف الفيديو يعملها عملي زي ما أنا هشرحها معاكم، ونشوفوا النتائج بتاعتها هتبقى عاملة إزاي، وإن شاء الله هتبقى يعني النتائج بتاعتها هتبقى حلوة وهتبقى خير للجميع بإذن الله. طيب عشان ما طولش على حضراتكم، قلنا لكم دلوقتي الشرح اللي احنا هنعمله إيه، ونبدأ في العملي، نبدأ في شرح العملي، تمام. اول حاجة هخش على اي قناة من القنوات اللي انا عايز اعمل لها ده، تمام، وهكتب مثلا كمثال مثلا سهير كيتشن، وهنيجي دلوقتي هنخش نعمل الاسم ونكتب مثلا قناة سهير كيتشن، تمام. ركزوا معايا يا جماعة في الخطوات، ركزوا معايا في الشرح عشان خاطر الموضوع يمشي معاكم، تمام. خش على القناة بتاعتها اشوف اي فيديو عندها، تمام، واعمل له مشاركه. شوف اي فيديو عندها واعمل له مشاركه. محدش يقول لي طب ما احنا بنعمل مشاركه، فين بقى الفكره بكده؟ لا، ركزوا معايا الفيديو للاخر، تمام. هنقفل بس الصوت عشان خاطر احنا هنشغل فيديو، تمام. كمثال مثلا الفيديو دوت، اي فيديو عندها في القناه، اي فيديو على القناه، تمام. هنوقف الفيديو طبعا عشان ما يجيناش عليه حقوق طبع ونشر، مش انا بصور، تمام. وهاجي اعمل كلمة مشاركة للفيديو، هاجي اعمل كلمة مشاركة للفيديو، تمام. طبعا انا هعمل المشاركة دي على المنتدى عندي، كلنا هنعمل مشاركات على المنتدى عندنا. هنركز بس في الفيديو للاخر عشان خاطر نشوف انا هنعمل ايه. هنا هنسيب الكلام ده اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدعو اخواتي المتابعين والمشتركين بالاشتراك بهذا القناة وتفعيل الجرس، هذه القناة محتاجة دعمكم، وشكرا لكل من يدعم هذه القناة، تمام. يبقى احنا هنكتب دي الاول. طيب هو انا لما اكتب دي خلاص كده؟ لا لسه. هنزل كده تحت الكلام وهعمل الحرف ده، حرف اللي هو شبه حرف الاد ده، شايفينه؟ تمام، الشكل ده. وهكتب مثلا قناة مثلا يعني مارو الشعار مثلا، او انا هكتب اي حرف هيطلع لي اي قناة من اللي عندي دول، اي قناة من دول هدوس عليها كده وارجع اعمل، هرجع اعمل علامة الات، وهعمل اي حرف تاني، وهختار اي حد من اللي ظهر لي زي كده، وحاجة اعمل الحرف الاد ده تاني، وهكتب اي اسم تاني، اي حرف تاني، هيطلع لي قنوات كده زي ما حضراتكم شايفين، هختار اي قناة وهعمل حرف الاد تاني، وهعمل اي حرف هيطلع لي اسم اي قناة، تمام، وهكذا. اعمل بقى 100 بقى قناة من عندي، اختارهم 200 300 حسب ما انا عايز، تمام. واعمل بعد كده نشر، تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهو. عايز بقى اكتب قناه بعينها، تمام، هكتب قناه بعينها، هكتب اسم
صاحب القناه. تمام. انا كتبت قناه مار الشعار، طلعت لي قناه مار الشعار. تمام. عملت حرف الاد ده تاني. تمام. وكتبت مثلا جوجل عسوله. تمام. اهي قناه جوجل عسوله، طبعا هي طالعه لي القناه اللي هي كذا قناه بقى عندي، مش قناه واحده. تمام. وعملت حرف ال تاني. اي بقى قناه عندي تمام اعملها بنفس الكلام دوت، هعمل لها اشاره واعمل انشاء المشاركه. تمام. انشاء المشاركه. ارجع القناه بتاعتي المبتدا عندي. تمام. واشوف لما بيتنشر يبقى احنا هنعمل مشاركه للفيديو، هنكتب زي ما كتبنا بالظبط. تمام. هنحط العلامات اللي احنا قلنا عليها. جميل. ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده، هخش على المنتدى بتاعي بعد ما عملت مشاركه للمنشور، هعمل قراءه المزيد. هتلاقوا هنا زي ما انتم شايفين كده العلامات كده اهو. تمام. دي كده اشاره للقنوات اللي انا عندي متسجله اللي هي مشتركه عندي، انا عملت لها اشاره. تمام. واي قناه حتى لو مش مشتركه عندي انا عملت لها برضو اشاره. تمام. مجرد ما انا اكتب اسم القناه انا كده عملت لها اشاره. بنفس الطريقه اعملوا نفس الطريقه، اعملوا نفس الشغل، نفس الشرح اللي انا قلته لكم، ونجرب مع بعض ما فيهاش حاجه، وان شاء الله يبقى خير للجميع باذن الله. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.